ناخذ صالح من الرياض، تفضل يا صالح. الو. نعم، ارفع صوتك الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. بس يا شيخ انا علي فوائد كثيره، فكيف اقضيها يا شيخ مع العلم اني مصاب بالوسواس القهري؟ نعم. انا علي فوائد كثيره. عليه فوائد كثيرة من الصلوات، يقول هل أقضيها فضيلة الشيخ؟ نعم، يجب القضاء للفوائد إذا كان ما تعمد تركها، لم يتعمد تركها وإنما نسيها أو نام عنها، فإنه يجب عليه قضاؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فيقضيها بالترتيب، اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى يفرغ منها. نعم. بعض الناس يرى القضاء فضيلة الشيخ، يقول مع كل صلاة أصلي الفائتة. هذا جهل ولا أصل له، بل يبادر بقضائها، يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يفرقها. نعم.